تحولت أوروبا إلى بؤرة لفيروس كورونا، هذا وصف من قبل منظمة الصحة العالمية، خصوصا بعد انتشار الفيروس في دول عدة، لا سيما في إيطاليا صاحبة الرقم الأكبر من الإصابات بهذا الفيروس. مدن كثيرة أيضا في إيطاليا تخضع للحجر الصحي تفاديا لتفشي الفيروس، وتحولت المدن المليئة بالسكان والسياح والحياة إلى مدن أشباح. لكن في بعض المدن رفض الأهالي أن يقضي الفيروس على الحياة الصاخبة التي اعتادوا أن يعيشوها في تلك المدن، فواجهوا الحجر المحبط بالفن، وكان بعض السكان في تلك المناطق قد أخذوا على عاتقهم أن يتضامنوا مع بعضهم البعض وأن يمرروا الوقت في أزمتهم بالغناء أو الرقص. طبعا الكاميرات التقطت لتلك المناسبات ولتلك اللحظات التي وصفها الكثيرون بأنها من اللحظات الأكثر تأثيرا خلال الأزمة التي يواجهها العالم مع الفيروس. نتابع. هذا الفيديو الذي تابعناه حصد مئات الآلاف من المشاهدات والمشاركات أيضا، ولقي تعاطفا وتفاعلا في ساعات معدودة لأجل التعليق على هذا الحدث، خاصة أنهم لجوا إلى الفن، لجوا إلى الموسيقى التي هي دائما ما تكون جاذبة لكل الأطراف. المزيد من التعليقات جاءت من قبل مطر أيوب، قال في تغريدة له: دائما الفن هو المتنفس عند الاختناق. لكن رولا علقت في تغريدة لها على الفيديو الذي شاهدناه: يستحي الحزن اكتساح بيوت تفرض الفرح، جميل هذا التصرف. بندر يعلق في تغريدة له مازحا فيقول فيها: شارع محمد علي فرع إيطاليا. أخيرا بلال في تغريدة أيضا على هذا الفيديو، بلال الرمحي يقول: التكاتف إنساني والتخفيف حاجات تساعد بتحسين النفسية اللي بدوره يحسن القدرة المناعية، أثبتت الدراسات صلة الحالة النفسية بسرعة الشفاء. يتوصل معنا الآن مباشرة من القاهرة مدرس اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة دكتور إسلام عدنان. أرحب بك معنا دكتور إسلام في منصات، بداية تعليقك على هالفيديو اللي شاهدنا، الموسيقى يعني تبديل الخوف والهلع في مدن أخرى بالموسيقى والعزف هناك. والله يعني شيء جميل، لأنه عموما أي حاجة بتقلل التوتر، وزي ما كان على تويتر التويت بتقول، بتحسن الاميون سيستم او بتحسن المناعه، فاي حاجه هتقلل التوتر، ومن اكتر حاجات اللي بتقلل التوتر هو المرح والغناء، كل شعب على حسب تقاليده يعني. فبالعكس روح كويسه جدا، ومتهيألي هيبقى ليها حافز كويس ان شاء الله ان ايطاليا تعدي الازمه اللي هي فيها. يعني ليس ايطاليا تحديدا دكتور اسلام، لكن ما وصفت بالقاره العجوز الان هناك، هي الان توصف بانها البؤره الجديده ل فيروس كورونا. برأيك الإجراءات هذه التي يتم الإعلان عنها كل ساعة تقريبا من دول العالم، إلى أي مدى هي كفيلة بالفعل للحد من انتشار هذا الفيروس مجددا؟ احنا يعني عندنا حاليا سيناريوهين موجودين في أوروبا وموجودين على مستوى العالم، يا إما سيناريو الإغلاق التام
اللوك داون والسيناريو ده اللي متابعاه ايطاليا وبعض الدول الاخرى، وهو منع تماما التجمعات وغلق الحدود تماما مع كل الدول لمده من اسبوعين لثلاثه، اللي هي فتره حضانه الفيروس وبعديها اسبوع احتياطي. لو العالم التزم بالسيناريو ده اللي هو صعب جدا في تنفيذه ومحتاج توعية كويسة جدا وصعب جدا في تداعياته الاقتصادية، هيبقى حل سريع بس مكلف. الحل التاني اللي بعض الدول اختارته هو ان هو يعني يمنعوا الانشطة اللي فيها خطورة عالية زي كرة القدم والرياضات وبعض التجمعات الكبيرة، ويسمحوا بعض التجمعات الاخرى. ده هياخد وقت طويل شوية وممكن يطول عن شهر او شهرين. الصين اختارت الحل الاولاني، وحاليا احنا شايفين حجم الاصابات قل لأقل من 20 إصابة يوميا. إيطاليا وأسبانيا وبقية الدول اللي عندها إصابات عالية غالبا هيحذو حذو الصين، وإن شاء الله يعني أنا متفائل ومتوقع إن شاء الله الشهر ده يبقى بداية الانحسار بإذن الله. طيب دكتور إسلام، كيف تصف الخوف الذي يجري اليوم في القارة الأوروبية فيما يتعلق بنسبة السكان كبار السن هناك وتأثرهم بشكل أكبر من غيرهم لربما بهذا الفيروس؟ نقطة كويسة جدا. الخوف أوقات بيبقى كويس، يعني احنا بنقول فيه خوف إيجابي وخوف سلبي. الخوف الإيجابي اللي يخلي الناس تلتزم وتحط يعني الفيروس في مقامه، وان هو ممكن فعلا ينتشر، يبقى عندهم يعني اهتمام كويس بالنظافة الشخصية وكل الاهتمامات اللي احنا بنقولها دايما كل يوم. الخوف السلبي هو الذعر، ده اللي احنا مش عايزينه، لان الذعر بيزود التوتر عكس تماما احنا كنا لسه بنتكلم عليه في اول حلقة، بيقلل جهاز المناعة، فبالتالي الذعر كمان هو اللي سبب ازمه اقتصاديه كبرى اكتر من الفيروس نفسه. بالتالي احنا بنشجع الخوف الايجابي اللي يخلي الشخص ملتزم، ونحاول نقلل الاشاعات ونحاول نقلل الاجتهادات الفرديه في نقل المعلومات اللي هي يعني بتزود الخوف السلبي والذعر عند الناس. طيب في نقطة أنت لفتنا إليها دكتور في بداية حديثك عن أنه الراحة النفسية لربما تساهم في تقوية المناعة بطريقة أو بأخرى. الآن في عطل كثير بمختلف دول العالم، في إجازات، في عائلات جالسة في البيوت مع تزامن عطلة المدارس وتزامن كل هذه الإجراءات التي اتخذت بشأن كورونا، نتوجه إلى الموسيقى هذه الأيام؟ أي حاجة تقلل التوتر، يعني هو اللي بيحسن المناعة مش الموسيقى في حد ذاتها، هي التوتر لما يقل. التوتر لما بيزيد المناعة بتقل، التوتر لما بيقل المناعة بتزيد. فأي حاجة تخلي المناعة تتحسن التوتر يقل نعملها، سواء كان شخص يعني الاتجاهات الروحانية، الموسيقى، أي حاجة. وكل شخص عنده الطريقة دي مختلفة عن التاني، أي حد عنده طريقة معينة لإزالة التوتر يحاول يعملها. وهي طيب. فرصة كويسة في موضوع ان احنا قللنا التجمعات، ان احنا نبتدي يعني زي ما نقول كده يعني نعمل حاجات جديدة او نتعرف على بعض بطريقة يعني مختلفة، خصوصا العائلات الصغيرة اللي كل واحد كان مشغول في شغله طول اليوم. ظهرت هناك بعض التصرفات خاصة عند إلقاء التحية بدلا من المصافحة دكتور إسلام، ولا بد أنك تابعتها، انتشرت بشكل كبير على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ضرب الكوع أو لربما بالقدم بطريقة أو بأخرى. يعني إلى أي مدى بالفعل قد تساعد هذه الحركات بخفة دم، بتصرف أكثر عفوية من أجل بالفعل الحد من التلامس ما بين بعضنا البعض؟ تساعد جدا. يعني هو اول حاجة احنا دايما بنقولها نحاول نقلل التلامس بين الناس، يعني لان هو الفيروس بيتناقل بالرذاذ، احسن حاجة ان يبقى في مسافة متر او مترين بين الناس. احنا شفنا التحية الهندية، شفنا التحية بالقدم، بالكوع، اي حاجة ما فيهاش تلامس هتبقى كويسة. وعموما دي من اكتر الاجراءات اللي هتقلل الاصابة. واول حاجة الصين ابتدت تعملها هي منع السلام. احنا عندنا في مجتمعنا للأسف لغاية دلوقتي لسه اول ما اتنين بيشوفوا بعض بيسلموا ويبوسوا ويحضنوا بعض. احنا عايزين على الاقل ما نقدر يعني نقلل الكالتشر او اللي احنا بنعمله ده شويه اليومين دول. انا بدي اروح بسؤال اخير معك دكتور اسلام، سؤال اجتماعي. الى اي مدى بالفعل قد يغير انتشار فيروس كورونا الكثير من العادات الاجتماعيه المتعلقه في الاجتماعات ومن ابرزها السلام؟ متهيألي أثر، يعني احنا شايفينه حتى في حياتنا اليومية دلوقتي. الناس ما بقتش يعني بتسلم قوي زي الأول. كل الناس اللي عندها فرصة ان هي تشتغل ريموتلي أو الشغل عن بعد ابتدت تعمل كده. اكتشفنا ان في حاجات كتير ممكن نعملها من غير ما نتقابل فيس تو فيس، وجها لوجه. الانترنت والتواصل الاجتماعي ابتدى يحل مشاكل كتير في العمل وفي الدراسة. شفنا مدارس عملت برضه تدريس عن بعد. متهيألي دي فرصة كويسة ان احنا ندرس
هل حتى التدريس عن بعد هيبقى مجدي مع الأطفال ولا لأ؟ لو مجدي متهيألي ده هيوفر لنا فلوس كتير في أي أزمة مستقبلين، أو حتى مش في أوقات الأزمات، في أوقات الأعياد والاحتفالات ووقف المدارس. فمتهيألي لو الأزمة طولت عن كده ممكن نتغير تغير، وأنا شايفه مش وحش، تغير كويس في التواصل بيننا وبين بعض. من القاهرة مدرس اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة دكتور إسلام عدنان، شكرا.